فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ثبت أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه عندما رأى كثرة المتوجهين إلى الحج قال: الركب كثير والحاج قليل؟ وما معنى ما قاله؟ ما أدري والله، ما أدري، يعني عشان يحكم على الناس ما أدري والله. الحاج يحسن بهم الظن. نعم.